الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمداً يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يفرح المؤمنون الصادقون بوفادة رمضان شهر الصيام، كيف لا وقد بلغهم الله أسعد الأيام، أدركوا زمن الخيرات وعاينوا نزول الرحمات. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فُتِّحَت أبواب الجنة، وغُلِّقَت أبواب النار، وصُفِّدَت الشياطين. لكن هذه الفرحة سرعان ما تُنغَّص ببعض المهازل مما تعرضه القنوات من نحرٍ للفضائل، صورٌ مُقزِّزةٌ يحمل لواءها كل سافل، ومناظر مخلةٌ يندى لها جبين كل عاقل. فلا الله عظموا وقدروا، ولا الخير بثوا ونشروا، بل في موسم الطاعة طغوا وفجروا. كل هذا يحصل في رمضان دون خوفٍ أو حياءٍ من الرحمن. إن السفاهة صيغت في خلائقهم، لا بارك الله بالقوم الملاعين. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد كان أصحاب المعاصي فيما مضى يستحيون من الله ومن الناس، فلا يرفعون للمعصية في رمضان أي رأس أي رأس. يقول الشاعر أبو نواس: منع الصوم العقار، وزوى اللهو فغار، وبقينا في سجون الصوم للهم أسارا. لكن لصوص رمضان اليوم خلعوا لبوس الحياء، وجعلوا من رمضان موسمًا لكل فاحشةٍ صلعاء. ومثل هؤلاء لا ترفع لهم رايةٌ ولا يبين لهم حال ما لم يحتفي بهم أرباب القنوات ويضخ عليهم الأموال. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا. بلغ ببعضهم الجرأة أن يسخروا من الدين والأخلاق، فيضارعون بذلك أهل الكفر والنفاق. خرج جماعةٌ من المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم تبوك، فقالوا يسخرون من الرسول وصحبه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنةً ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله على الفور قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عرضت محطات التلفزة الخليجية في الثمانينات مسلسلاً إماراتياً يجسد صورة رجل بخيل، وكان المسلسل محافظاً، لكنه في آخر المسلسل وفي آخر حلقاته استدعى حاكم الإمارات آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله فريق العمل. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم ما رأيت؟ قال: لا، اعملوا حلقةً أخرى خلافًا للعرف الإعلامي، وبيِّنوا فيها أن هذا الرجل البخيل قد تاب وصار كريمًا. فقالوا له: إنها فُكاهة. قال: الإعلام يُحوِّل الفُكاهة إلى واقع، إدراكٌ وفِطنةٌ من العُقلاء لخطورة الإعلام وأهمية رسالته. فاحذروا رحمكم الله من عبث العابثين وإجرام المُجرمين، واشتغلوا بموسم الخيرات بالباقيات الصالحات، وصلى الله وسلم على رسول الكائنات. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فهذا الشهر عباد الله هو شهر الصبر، فيه صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على بلاء الله وقدره حلوه ومره. والصائمون أجرهم لا يعلمه إلا الله، كما قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه شهر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاشتغلوا رحمكم الله بكل خير، وتجنبوا كل ضير. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم اجعلنا من أهل رمضان، اللهم تقبل منا فيه الصلاة والصيام والإحسان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تلطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال، وأن ترزقهم الصبر والخير والآمان. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم البر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على الرسول الأمين.